الجارية النوبية السوداء رصاد التي أصبحت حاكمة مصر، وأصبح لها ديوان خاص ووزراء يمتثلون لأوامرها. عن هذه المرأة الفاطمية سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ونشره. عاشت السيدة رصاد في القرن الحادي عشر ميلادي، ويعكس لقبها موقعها ونفوذها، حيث أنها كانت لا تعرف سوى بالسيدة، وكان الرجال لا يخاطبونها في حضرة ابنها الخليفة المستنصر بالله الفاطمي إلا بمولاتنا والجهة الجليلة والستر الرفيع والملكة. كانت بداية رصاد كجارية نوبية سوداء عند أبي سعد التستوري، وهو تاجر يهودي كان يتولى أمور بيت المال، وكانت ذات عقل وجمال وحنكة. فلما سمع بها الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله اشتراها منه، ولقد ولدت له بعد ذلك ابنه المستنصر بالله الفاطمي، وكان ذلك سنة 420 للهجرة. وبعد وفاة زوجها أصبح ولدها المستنصر ثامن خلفاء الدولة الفاطمية، وكان آنذاك في السابعة من عمره. أصبحت بذلك أمه وصية عليه، وحجبته عن التدخل في شؤون الدولة حتى بلوغه سن الرشد، ولقد كان لها دور كبير عليه خلال فترة الوصاية، حيث أنها كانت تسير شؤون الدولة وتعين الوزراء وتعزلهم، وتواصل ذلك حتى بعد أن أصبح ابنها شابا. كانت تلك الفترة مشحونة بالاضطرابات السياسية والإدارية والاقتصادية، وكان للسيدة رصاد ديوان خاص تدير فيه شؤونها المالية والإدارية، ولقد كانت تتحكم من خلاله بمقدرات البلد من خلال تأثيرها على الوزراء وقادة الجند وأصحاب رؤوس الأموال من التجار والولاة. كما عرفت رصاد بتقريبها لطبقة الجند والرقيق النوبيين والسودان، وعملت على تغليبهم على طبقة الرومي والأتراك في الدولة الفاطمية. هذا ما أدى إلى تصاعد حدة الصراع بين الفئتين، وكانت السيدة رصاد تقيم في قصر اللؤلؤة والذي بناه زوجها الظاهر لإعزاز دين الله، وكان من أجمل قصور القاهرة آنذاك، كما أنه كان من أحسن متنزهات القاهرة، إذ امتاز بحسن الموقع، فالجالس فيه يتمتع بالمناظر الخلابة الممتثلة بكثرة الحدائق ومياه النيل. ولقد كانت رصاد تمتلك زورقا خاصا محلا بالفضة لتتنزه فيه، وقد أهداه لها أبو سعد التستوري سنة 436. ولقد قدرت الفضة التي استعملت في صناعته بمائة ألف وثلاثين ألف درهم. مصدر هذا الفيديو الخلفاء للمقريزي. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.